الوطني رضا حكم مدرب فريق المغرب التطواني. كنت بداية قراءة تقنية في المباراة. كلشي تفرج في المباراة. وصل كلشي تفرج في الشوط الأول. عندي شي قراءة هنا، شوف نتوما ديروا القراءة وديروا التحليل ديالكم. ومرحبا. شي سؤال آخر؟ وما كتشوفش أن الهزيمة ديال اليوم خلات المغرب التطواني أنه حتى هو يدخل في طبيعة الحال إلا قلتي لي هزيمة اليوم غتخليك تدخل بيان سير غادي تدخل هذه طبيعية. ومن تنتكلموا على الدفاع نرجعوا تنتكلموا على المنظومة. عندنا مدافعين اللي مزيانين بحال سعود بحال سليمان بحال محيح بوحال. عندنا الدراري مزيانين عندنا أنس مراط عندنا حذيفة من خيرات اللاعبين اللي كاينين في البطولة. دونك كنتكلموا على كل شيء ولكن داك الشيء ديال الأهداف كيفاش جاو المسائل هي كرة القدم. ما عنديش شي تعليق كثير وما بغيتش نعلق جوج حوايج، ما عنديش شي تعليق وما بغيتش نعلق. كوزون شنو هو اللي خلى المباراة انك درتي لا قراءة ديالها وفي الماتش والماتش شتي انت تبدل بالنسبة لك، شنو هو المتغير؟ انت طرح لي واحد السؤال، انا قلت ما بغيت لا نعلق ما بغيت لا نهضر، قلت شنو كاين صافي مبروك لاتحاد طنجة، تنتاسفوا الجمهور ديالنا، هادشي اللي غادي نقول انايا. شكرا. يعني مبروك لاتحاد طنجة، كنتاسفوا الجمهور ديالنا اللي جا بكثرة. ما رضيناش حشومه ما رضيناش الجمهور ديالنا ما رضيناش ليه داكشي اللي خصنا نظهروا به وصافي. يعني هذا هو. شنو هو السبب بالنسبه لك؟ راسي السبب انتم اللي صحفيين انتم اللي ونقاد انت جانب تقني انت كمسؤول انا تنحلل المباراه وجي سولني نهار غدا ونجاوبك خصني نعاود المباراه راسي واخا الجانب الديني يعني كانت المباراه بالنسبه لنا حضرنا لها بشكل جيد وكانت اسبوع اللي كان عندنا فيه الحصص كثيره اشتغلنا بزاف الدراري خدامين مزيان وصافي. هذه كره القدم شنو زعما واش كاين جانب ديني ديال المباراه ديال الديربي وسائل التواصل الاجتماعي ما يمكنلكش تدخل فيها ماشي طبيب نفسي ولكن راه اللاعبين كلشي راه عارف المسؤوليه ديالو عارف الدور ديالو داخل الملعب شنو خصو يدير. كره القدم هي هذه راه فيها ثلاثه ديال النتائج فيها الفوز والهزيمه والتعادل يعني ما فيهاش شي حاجه اخرى يا شي حاجه اخرى ما كنعرفهاش انا كنعرف الكره ربحونا راه برافو عليهم راه صافي هذا هو اللي قلت انا هو الخلاصه في القول هو كنهنيو فريق اتحاد طنجه وكنعتذروا للجمهور ديالنا ما عنديش شي حاجه اكثر من هذه. هذه الاسئله محدوده الاخوان دابا جوج ثلاثة أربعة خمسة المباريات يلاه غتلقى واحد جوج ثلاثة اللاعبين اللي غيكونوا في الآخر المستوى ديالهم لأن سبع شهور ولا ثمان شهور ما بين الناس ما لعبش لا كومبيتيسيون المنافسة ناقصين التنافسية ولكن راه دخلوا مزيانين كنهني اللاعب رضواني على الآخر ديالو الدخول ديالو راه دار مباراة كبيرة جدا في وسط الميدان لاعب كلوز دخل مزيان يعني ما عندكش راه كاينين الدراري اللي عندهم كومبيتيسيون هي اللي كتحكم ما عاوتاني ما يمكنش عاوتاني انت تجي وتحيد اللاعب اللي كانوا لاعبين وتدخل وصعب راه التنافسيه هي اهم شيء في كره القدم ها هو اللاعب سعود من بعد الاصابه ديالو دار مباراه كبيره ولكن راه ما قدرش يكمل المباراه وفما بالك الا دخلتي بخمسه ولا سته اللاعبين وخرجوا مثلا بالكروب وهذا لان هذا شيء طبيعي في كره القدم اللاعب السعودي راه غير شهر ونصف اللي هذا ودار مباراه كبيره كنهني وتقاتل وهذا ولكن راه جاو يعني ما قدرتش الدقه 78 طلب تغيير لان صافي هي يعني كرومب شدوا يعني التشنجات العضليه يعني هذا شيء اعتقد بدي حنا كنوجدوا فيهم بشي يعني بالطريقه المثلى باش يكونوا جاهزين. شكرا الاطار الوطني شكرا تلقاو ان شاء الله.